لان مشاهدين سابقا شفت مرحبا بكم في هذا المباشر من وسط مدينه الطربيضة. قرر الاصدار مؤخرا بمنع الشاحنات من منزل السيناء السيدة هنا بمنطقة دربهم، حتى ممكن تشوفوا شاحنات الكبرى كيقوموا ب اولا طالعين فوق السكة ديال الطرامواي اللي ما عندهمش حق انهم يطلعوا فوق منها، ثانيا عاوتاني كيتوقفوا في مكان تشوف فوق الرصيف. انتم شوف شوف فوق الرصيف كيقول ليه وقف، انتم فوق الرصيف يعني الناس منين تمشي، انتم فوق الرصيف. هادشي إشارة محمد سميحة في مدينة الدار البيضاء. أخطر من ذلك هو أنهم كانوا كيمشيو فوق سكة طرامواي اللي باقي مطلقاش في العالم. كيوقفوا فوق الرصيف فوق التروطوار، التروطوار اللي من حق المواطن المغربي انه يمشي فوق التروطوار. نتصور ان هاد البلاصة هادي فوق التروطوار واقفين عادي مكاينش مشكل، من نبي السلطة سواء المحلية أو الأمنية أن يدخلوا الخط لهاد الفوضى اللي واقع هنا بمنطقة تبع مرتبط بشارع محمد سميحة.